السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. في 24 أكتوبر سنة 2010 الشرطة جالها بلاغ عن جريمة قتل حصلت في غابة متطرفة في جنوب ويلز بالمملكة المتحدة. ضحية بنت اسمها ريبيكا أولود. يا ترى إيه ممكن يكون حصل لريبيكا في اليوم ده وإزاي انتهى بيها الأمر في الغابة المتطرفة دي؟ وقبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة عايز أقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وبقولها لكل المرة التانية، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو طبعا لو عجبكم، وخلينا نبدأ في قضية النهاردة. بتدور أحداث القصة في جنوب ويلز بالمملكة المتحدة، وبطلتها بنت اسمها ريبيكا أولود. اتولدت في 28 فبراير سنة 1995، والدها ووالدتها كانوا منفصلين، فبطبيعة الحال ريبيكا اتربت مع مامتها واخواتها الاتنين. اصحابها والناس اللي يعرفوها قالوا قد ايه هي كانت شخصية جميلة وذكية وشاطرة في المدرسة، وكانت كمان محبوبة من الكل، جيرانها وعيلتها واصحابها، وكان دايما عندها طموح انها تبقى محامية علشان يكون لها قيمة وفايدة في المجتمع. المهم علاقة ريبيكا مع مامتها سونيا واخواتها الصغيرين جيسيكا وجاك كانت قوية جدا، وكانت بتحكي لمامتها كل حاجة بتحصل معاها، وعمرها أبدا ما خبت عنها أي حاجة. المهم في الوقت ده كانت سنة 2007، وريبيكا كانت في آخر سنة في المرحلة الإعدادية. وقتها اتعرفت على واحد معاها في المدرسة اسمه جاشوا ديفيز، ولد من عيلة كويسة محبوب وذكي وشاطر جدا في دراسته، شاطر بمعنى انه كان من الخمسة الاوائل على المدرسة، ولذلك جاشوا كان شايف نفسه شوية، فكان يعني الالفة بتاع الجروب، يعني اللي هو القائد بتاعهم، بس في نفس الوقت كان برضو محبوب والكل كان عايز يصاحبه ويبقى في الجروب بتاعه. المهم ريبيكا وجاشوا ابتدوا يتكلموا مع بعض، وشوية شوية بقوا أصحاب مقربين، وبقوا بيخرجوا كتير مع بعض وبيروحوا المدرسة سوا. بعد كده ريبيكا عرفته على مامتها، وبقوا يعزموا جاشوا في بيتهم باستمرار، وكان كل يوم بعد المدرسة يروح لهم ويقعد معاهم فترة طويلة في البيت. ومامة ريبيكا كانت شايفة إن جاشوا ده يعني ولد محترم وشاطر ومتفوق، وكانت بتثق فيه جدا، وأصبح كأنه واحد من العيلة. وفي أكتوبر 2009 جاشوا عرض على ريبيكا إن هما يرتبطوا، وعلشان ريبيكا كانت متعودة تحكي لمامتها كل حاجة وبتاخد رأيها في كل حاجة، فقالت إن هي هتسألها الأول. فمامتها قالت لها ان جاشوا ده يعني ولد كويس جدا وقد المسؤولية، وانها بتبقى مطمنة وهي معاه، فوافقت ان هما يرتبطوا، والكل كان شايف قد ايه هما الاتنين كانوا سعدة مع بعض. ولكن اللي بيظهر للناس بيبقى احيانا عكس الحقيقة، لان على الرغم ان كان بقالهم مع بعض فترة طويلة الا ان علاقتهم ما كانتش كويسة قوي، فكانوا كل شوية يسيبوا بعض وبعد كده يرجعوا لبعض تاني، وبعد كده يسيبوا بعض وبعد كده يرجعوا لبعض تاني، وده لأن جاشوا كان شخص نرجسي وكان عنيف مع ريبيكا، وكان بيحب إن هو يتحكم فيها طول الوقت، وده اللي كانت ريبيكا كاتباه في المذكرات بتاعتها، مذكراتها اللي كانت بتخبيها في غرفة مامتها علشان جاشوا ما يشوفهاش، لأنه كان دايما بيبقى عايز يعرف هي كاتبة عنه إيه في المذكرات بتاعتها، وطبعا اللي هي كانت كاتباه ما كانتش عايزاه يعرفه. المهم من الحاجات المقلقة في سلوك جاشوا انه كان عنده هوس بالأسلحة والأفلام الدموية والمرعبة، وفي مرة حاول يخوفها فرفع عليها سكينة على سبيل الهزار. المهم بمرور الوقت بدأت العلاقة ما بينهم تتوتر بسبب تصرفات جاشوا وشخصيته النرجسية، ولكن على ما يبدو أن ريبيكا كانت متعلقة بيه فكانت صبر على تصرفاته، لغاية ما في يوم في يناير سنة 2010 جاشوا وريبيكا قرروا أن هم يقضوا الويك إند مع بعض، فخرجوا اتفسحوا وهزروا وقضوا يوم جميل جدا من غير أي مشاكل، والويك إند ده كان يعتبر من أحسن الأوقات اللي قضوها مع بعض. ولكن الغريب أن بعد ما ريبيكا روحت البيت لقت جاشوا بعت لها رسالة غريبة ومش متوقعة تماما، بيقولها فيها أنا مش هينفع أكمل معاكي. طبعا ريبيكا هنا استغربت جدا وبقت مش فاهمة هو عايز يسيبها ليه، ما احنا كنا لسه مع بعض وكنا كويسين، ايه يعني اللي حصل في الكام دقيقة اللي سبتك فيهم؟ ولغاية النهاردة محدش عارف بالظبط هو كان عايز يسيبها ليه، ولكن التفسير الوحيد لتصرفه ده
إن جوشوا أصلاً شخص نرجسي وبيحب يتحكم في ريبيكا، فهو عمل كده لأنه كان عايز يخليها تحت طوعه، وإنه بالحركة دي هيخلي ريبيكا زي الخاتم في صباعه، لأنه في اعتقاده إنها مش هتقدر تبعد عنه وأكيد هتحاول ترجع له وتجري وراه. بس في الحقيقة حصل العكس بعد انفصال جوشوا عن ريبيكا، لأن ريبيكا قررت إن هي تبقى قوية ومترجعلوش تاني، وكمان اتعرفت على واحد تاني غيره، وده خلى نار الغيرة والحقد على ريبيكا يكبر عند جوشوا، وبقى كمان مش طايقها ومش طايق وجودها، وازاي تعمل فيه كده وتتعرف على حد غيره وتخرج من تحت سيطرته. فيعمل ايه بقى؟ اعلن الحرب عليها وحاول يضايقها على قد ما يقدر، ولان جوشوا كان الالفة بتاع الجروب وشخصيته قوية ومسيطر عليهم، فخلى اصحابهم كلهم يبعدوا عن ريبيكا ومحدش فيها يكلمها، وبقت لوحدها طول الوقت. وما استكفاش بكده، لا، فضل يطلع عليها اشاعات علشان يخلي سمعتها في الارض زي انها حامل، وده طبعا ما كانش حقيقي. المهم جوشوا واصحابه متعودين يتجمعوا كل يوم سبت في كافيه علشان يفطروا سوا، وكل ما يتقابلوا جوشوا يقعد يتكلم على ريبيكا وعن مدى كرهه ليها وانه عايز يأذيها، واصحابه خلاص زهقوا من كتر ما هو بيتكلم عليها. هم بقالهم شهور منفصلين، وده كل مره يتقابلوا ما يتكلمش غير عنها. المهم بعد 9 شهور على انفصالهم، وتحديدا في اكتوبر 2010، فجاه وبدون اي مقدمات جوشوا بعت رسالة لريبيكا بيقول لها فيها إن هو نفسه جدا يشوفها ويتكلم معاها. وبمجرد ما ريبيكا قرت الرسالة نسيت كل اللي جوشوا عمله فيها، وكانت طايرة جدا من الفرح إن هو بعت لها وإن هي هتقابله، لدرجة إنها نزلت اشترت هدوم جديدة وراحت للكوافير علشان تعمل شعرها، كل ده طبعا علشان تبان في أحسن صورة قدامه. كان واضح إن ريبيكا لسه متعلقة بيه على الرغم من كل اللي عمله معاها والإشاعات اللي طلعها عليها وسمعتها اللي بقت في الأرض. المهم ريبيكا كانت متحمسة قوي إن هي تقابله، فكانوا متفقين يتقابلوا عند محطة القطر. بس لما ريبيكا وصلت المكان جوشوا بعت لها رسالة بأنه هو غير المكان اللي هم متفقين يتقابلوا فيه، وبعت لها لوكيشن تاني يتقابلوا فيه، وبعدين قال لها أنه هو بعته بالغلط. بعد ما بعت لها اللوكيشن الجديد بدأ يقول لها خد الطريق ده من هنا، لف يمين من هنا، خد شمال من هنا، لغاية ما انتهى بيها الأمر في غابة متطرفة عمرها ما راحتها قبل كده. فهي استغربت جدا وحست بالقلق، هو جايبني المكان ده ليه؟ فكلمت مامتها في التليفون تحكي لها على اللي بيحصل وتوصف لها الغابة اللي هي راحتها. فمامتها استغربت وقلقت، بس ما كانش عندها اي شك في جوشوا او انه ممكن يكون عنده نوايا خبيثة وشريرة تجاه بنتها. ولكن في اللحظة اللي مامتها بتقول لها فيها لفي وروحي البيت، ريبيكا ساعتها قالت لها انها شايفة جوشوا وان هو واقف بعيد وخلاص ثواني وهبقى معاه. فمامتها اطمنت وقفلت معاها التليفون، وهي ولا على بالها ان دي هتكون اخر مرة تكلم فيها بنتها، لان ريبيكا بعدها ما روحتش البيت. فلما ما روحتش وما كانتش بترد على تليفونها، مامتها قلقت جدا عليها، وليلتها اتصلت بجوشوا تسأل عليها. ولكن الغريب انه قال لها ان هما ما تقابلوش اصلا يومها، وان هو واصحابه قاعدين مع بعض من بدري في بيت جدته بيتفرجوا على التلفزيون. وهنا الام كانت متلخبطة ومش فاهمة اي حاجة، لانها كانت متأكدة ان ريبيكا كانت معاه، لان بنتها كمان كانت معاها على التليفون وهي رايحة تقابله، وعمرها ما خبت عنها اي حاجة، ولو هو بيكذب عليها ايه مصلحته في كده؟ فمامتها ليلتها بلغت عن اختفائها، وفي اليوم اللي بعده على طول حصل اللي كان عمره ما يخطر على بال اي حد. الشرطة كلمتها في التليفون وبلغتها انهم لقوا ريبيكا، ولكن مع الاسف لقوها ميتة في الغابة المتطرفة، الغابة اللي قالت لها عليها في التليفون لما قابلت جوشوا. المهم الشرطة في خلال ساعات من اكتشاف جثة ريبيكا قبضوا على جوشوا ديفيز كمشتبه فيه فقتل ريبيكا، بس الصدمة ان هو ما كانش المشتبه فيه الوحيد في القضية. واحد من اصدقاء جوشوا المقربين من اللي بيتقابلوا كل يوم سبت في الكافيه اتقبض عليه هو كمان، وكل واحد فيهم بيلوم التاني انت اللي قتلتها. يا ترى ليه صاحبه كمان مقبوض عليه؟ وليه كل واحد فيهم بيرمي التهم على التاني؟ وازاي الشرطة بسرعة كده
عرفت توصل لريباكا. الشرطة جالها مكالمة تليفون من والد صاحب جاشوا، صاحبه اللي مقبوض عليه دلوقتي، وقال إن ابنه قال له إن جاشوا قتل ريباكا. فالشرطة قبضت على جاشوا وصاحبه، وكل واحد فيهم بيتهم التاني إن هو اللي قتل ريباكا. فالمحامين كانوا عايزين يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط في اليوم ده، ومين فيهم اللي بيقول الحقيقة، جاشوا ولا صاحبه. فبدأوا يشوفوا علاقة جاشوا وريبيكا مع بعض، وبدأوا يستجوبوا أصحابهم، فعرفوا إن جاشوا كان على علاقة بريبيكا وإن هو سابها، وبعد ما سابها بدأ يضايقها في المدرسة، وكان شايل في قلبه عداوة من ناحيتها. وعرفوا إن جاشوا وأصحابه بيتقابلوا كل يوم سبت الصبح في كافيه علشان يفطروا سوا، وكل مرة يتجمعوا فيها جاشوا لازم يتكلم عن ريبيكا وحش جدا. ولكن الأخطر من كلامه الوحش عنها إن هو كان أحيانا بيقول إنه عايز يقتلها، وكان بيقول لأصحابه على خطط كتير بتدور في دماغه عن إزاي هيقتلها. طبعا أصحابه افتكروا إن هو بيهزر، لأن طبعا مستحيل واحد بذكائه هيضيع مستقبله ويعمل كده. فمن الاستجواب مع أصدقاء جاشوا، المحامين كانوا عايزين يعرفوا ايه هي الخطط اللي كانت بتدور في دماغه علشان يخلص من ريبيكا. فواحدة منهم ان هو هياخدها ويتمشوا على النهر، وهو عارف ان هي مش بتعرف تعوم، وهو طبعا بيعرف يعوم، فهو هيزقها في النهر وبعد كده ينط وراها، قال يعني بيحاول ينقذها، بس في الحقيقة هو هينط علشان يتأكد ان هي غرقت. الخطة التانية وهي انه يسمها، وهنا المحققين اكتشفوا حاجة خطيرة جدا خلت أصابع الاتهام تتجه ناحيته هو وبس، وتثبت أن صاحبه بريء. اكتشفوا أن جاشوا كان عامل بحث على الانترنت إزاي يسمم شخص، واكتشفوا أن جاشوا جاب المواد المطلوبة وخلطهم مع بعض، والخلطة دي لقوها بعد كده في بيت جدته بعد ما اتقبض عليه. واتضح من التحريات أنه جرب فعلا أنه يسم ريبيكا، بس خطته فشلت. فاتضح أن ريبيكا دخلت المستشفى قبل كده بسبب مغص غريب ما كانش معروف ايه سببه، وفقدت الوعي مرتين قبل كده، ولكن وقتها محدش عارف السبب ورا تعبها ده. هي عملت تحليل في المستشفى بس معرفوش السبب الحقيقي للمغص القوي اللي جالها فجأة، فده معناه ان هو حاول يقتلها قبل كده وبقاله فترة بيخطط للكلام ده. نرجع تاني للكلام اللي حصل في الكافيه وأصحابه اللي بيقابلهم على الفطار كل يوم سبت. أصحابه كانوا زهقانين جدا من جاشوا، وكل مرة يتقابلوا فيها يقعد يتكلم في نفس الموضوع وإنه هيقتل ريبيكا. فواحد من أصحابه قال له لو فعلا قتلتها هعزمك على الفطار ببلاش. طبعا صاحبه ده يعني كان بيهزر، بس واضح ان جاشوا اخدها بجد وكان عايز يكسب الرهان. وطبعا ريبيكا في الوقت ده ولا على بالها كل الخطط اللي جاشوا عمال بيدبرها لها، لا وكمان يا حرام كانت لسه بتحبه، وفي يوم وفاتها راحت تقابله وكلها امل ان هم يرجعوا زي الاول. ولكن لما راحت تقابله حصل اللي عمره ما كان يخطر على بال حد. بعد ما وصلت المكان وقفلت التليفون مع مامتها وبقت مع جاشوا لوحدهم، جاشوا اتكلم معاها شوية لغاية ما جت اللحظة المناسبة فقرب منها وحاول يخنقها، بس هي فضلت تقاوم لحد ما عرفت تفلت منه وحاولت تهرب، ولكن هو بسرعة مسك طوبة كبيرة وجري وراها وخبطها بيها على رأسها أكتر من مرة، فهي ما استحملتش وماتت. ويا ترى إيه أول حاجة عملها بعدها؟ بعت رسالة لصاحبه يطالبه بالفطار اللي وعده بيه لو قتل ريبيكا، بس صاحبه افتكر إن هو بيهزر، فجاشوا قال له إن هو مش بيهزر وإن هو خلاص كسب الرهان، ولو مش مصدق تعال شوف بنفسك. صاحبه ما كانش مصدق نفسه ومش مستوعب ان جاشوا يعمل كده، بس راح له المكان وكان معاه واحد تاني صاحبهم، بس صاحبهم كانت رجله مكسورة فما قدرش يكمل ماشي لغاية ما يوصل للغابة. المهم صاحبه لما وصل فعلا شاف جثة ريبيكا، وفي نفس الليلة جاشوا عزم اصحابه في بيت جدته وحكى لهم على اللي عمله بالتفصيل في ريبيكا، ونزل على صفحة الفيسبوك بتاعته ان هو مبسوط جدا بالفطار المجاني اللي كسبه. واثناء ما كان قاعد في بيت جدته مع اصحابه
مامة ريبيكا اتصلت بجاشوا بتسأله عنها وان هي مش لاقياها وما بتردش على التليفون، فقال لها بكل ثقة ان هو ما يعرفش عنها اي حاجة وان هو ما شافهاش النهاردة خالص، وقال لها انا قاعد في بيت جدتي من بدري ومعايا صحابي وعمالين بنتفرج على التلفزيون وما عرفش عنها اي حاجة. وبعد ما قفلت معاها التليفون نزل على الفيسبوك ان مامة ريبيكا صعبانة قوي عليه وان هو متعاطف جدا معاها، وطبعا هو هنا كان بيحاول يبعد عن نفس الشكوك وفي نفس الوقت بيخلق لنفسه حجة غياب ان هو كان طول الوقت في بيت جدته وقاعد مع اصحابه، وكان طبعا فاكر ان هو مسيطر على اصحابه وان هم هيداروا عليه ومش هيبلغوا عنه الشرطة. بس اللي حصل عكس كده، صاحبه اللي شاف الجثة تاني يوم حكى لأبوه اللي عمله جاشوا، فأبوه بلغ الشرطة على طول، والشرطة طبعا في ساعتها أخدت الولد يحققوا معاه وحكى لهم اللي عمله جاشوا وعرفوا مكان ريبيكا وقبضوا على جاشوا وأصبح متهم بقتل ريبيكا. طبعا الأدلة المادية ضد جاشوا كانت كتيرة، وأهمها آخر مكالمة لريبيكا مع مامتها اللي بتأكد إن جاشوا هو آخر حد هي كانت معاه، ورسائله مع صاحبه اللي كان بيطالبه فيها بالفطار المجاني لما يقتل ريبيكا، والسم اللي لقوه في بيت جدته، ده غير كمان الكلام السيء عليها طول الوقت مع أصحابه والتهديدات إن هو يقتلها، أو كمان من التحريات وتتبع خطوات اللوكيشن اللي بعتها لريبيكا في الرسائل، لقوا إن هو كان متعمد يمشيها في الطرق اللي ما فيهاش كاميرات مراقبة. المهم على الرغم من كل الأدلة المادية اللي ضده إلا إنه كان مصر إن هو بريء، فتعالوا نشوف قصته اللي قالها علشان يدافع بيها عن نفسه. قال إن هو كان عايز يعمل مقلب في صاحبه ده اللي هو شهد عليه، وده طبعا بالاتفاق مع ريبيكا، فهو قال لصاحبه يجي المكان اللي هيقابل فيه ريبيكا اللي هو في الغابة، وان ريبيكا مفروض ان هي هتمثل انها ميتة، فصاحبه لما يجي ويفتكر ان هي ميتة هيتخض ويترعب، فريبيكا هتقوم ويضحكوا هما الاتنين عليه. فلما عملوا المقلب في صاحبه ده، صاحبه اتضايق قوي واتجنن من المقلب اللي حصل فيه فقتل ريبيكا، ولكن الحكاية دي ما دخلتش دماغ المحققين لأن الأدلة كانت قوية ضد جاشوا، وصاحبه ده ما عندوش أي دافع إن هو يقتل ريبيكا، ده غير كمان إن صاحبه هو اللي بلغ عن جاشوا وأصبح هو المتهم الوحيد في القضية، وأصحابه اللي عزمهم يشوفوا الجثة واللي عزمهم في بيت جدته كانوا شهود أساسيين في القضية ضده. وفي الوقت ده المدينة كلها عرفت بتفاصيل القضية، وفي الأخبار كتبوا القضية بعنوان قتلها علشان وجبة فطار مجاني. المهم المحاكمة ابتدت في 20 يونيو 2011 في سوانزي بويلز، ولكن العجيب ان جاشوا كان رايح المحكمة وعلى وشه ابتسامة عريضة وكان واثق قوي في نفسه ومش همه اي حاجة طول المحاكمة، يمكن كان فاكر ان هو هيطلع براءة بعد اللي عمله او ممكن يكون كان متباهي باللي هو عمله. المهم على الرغم من كل الادلة اللي كانت ضد جاشوا ديفيز الا انه كان برضو مصر ان هو بريء، والمشكلة ان والده ووالدته كانوا مصدقينه ومصدقين ان هو بريء وان صاحبه ده هو المذنب. المهم دفاع جاشوا حاول يستغل وجود صاحبه في مسرح الجريمة، وطول المحاكمة كان مصر ان صاحبه ده هو اللي ارتكب الجريمة. لما جاشوا اخد صاحبه لمسرح الجريمة غالبا كانت النية مبيتة عنده، لانه كان واضح انه عايز يأمن نفسه ويخلي صاحبه متورط في الجريمة، لانه لما اخده مسرح الجريمة قال له انت مش عايز تلمس الجاكيت بتاعها، كان واضح انه هو عايز يبقى فيه دليل جنائي على صاحبه، يعني كان قاصد من البداية ان هو يورطه، ولكن صاحبه ده بدل ما يتورط هو اللي شهد عليه، وخطته ان هو يورط صاحبه في قتل ريبيكا اتقلبت عليه هو، لان صاحبه ده وكل صحابه التانيين شهدوا عليه هو، والادلة المادية كلها كانت ضده هو. وفي نهاية المحاكمة القاضي وصف جاشوا ان هو شخص مخادع وما عندوش اي احساس بالذنب، واتحكم عليه بالسجن المؤبد مع امكانية الافراج المشروط بعد 14 سنة. طبعا الحكم ده ما كانش عاجب مامة ريبيكا، وكانت شايفة ان واحد زيه ازاي ممكن يخرج بعد 14 سنة بس بعد اللي عمله في بنتها. المشكلة ان حتى بعد ادانة جاشوا مش معروف بالظبط هو ليه عمل كده، لان هي ما عملتلوش حاجة وحشة، يعني هو اللي سايبها اصلا وهو اللي ما كانش عايزها، ولكن على حسب كلام الاخصائيين النفسيين مش كلامي انا، فهم قالوا ان هو شخص نرجسي وان هو كان عايز
كل الناس تبقى تحت سيطرته، وخصوصا هي، وهي خرجت عن سيطرته وعرفت كمان واحد تاني، فلما فقد السيطرة عليها جن جنانه منها فقتلها. وعلى الرغم ان هي في النهاية يعني كانت رايحاله وكانت عايزة تتصالح معاه، بس هو الغيظ كان خلاص مليء وعايز ينتقم منها. المهم طول المدة اللي كان فيها جاشوا في السجن كان بيقول ان هو بريء وان صاحبه ده هو اللي قتلها، ولكن في اكتوبر 2018 بدون اي مقدمات جاشوا قرر ان هو يعترف بالحقيقة، فاعترف لضابط في السجن ان هو المسؤول عن قتل ريبيكا. هل ده كان احساس بالذنب ولا كان في خطة في دماغه محسوبة؟ مع العلم ان باعترافه ده يعني الحكم ما تخففش من عليه ولا حاجة. قولولي ايه رأيكم في القضية، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.